أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريباكوف أن حجم الدعم المالي الذي تقدمه الولايات المتحدة إلى المنظمات غير الحكومية الروسية يشكل منعطفا خطيرا في العلاقات بين البلدين. وشاركت هذه المنظمات غير الحكومية في الحركة الاحتجاجية على رئيس الوزراء الحالي الرئيس المنتخب فلاديمير بوتين في الأشهر الأخيرة. الأحزاب الروسية والشخصيات ذاتها التي أيدت بالأمس الثورة البرتقالية في أوكرانيا ومن قبلها في جورجيا ودعمت انضمام هذه الدول إلى الاتحاد الأوروبي ولم ترى ضيرا من تمدد الناتو في الحديقة الخلفية لروسيا، هي ذاتها التي دعت الروس إلى الخروج للشوارع في مظاهرات شعارها الظاهري انتخابات برلمانية ورئاسية نزيهة، لكن باطنها كما يرى مراقبون تقويض سلطة فلاديمير بوتين وحزبه روسيا الموحدة المعاديين للسياسات الأمريكية والغربية، وبالتالي إضعاف دور ومكانة روسيا وكسر هيبتها في العالم. الولايات المتحدة وحلفاؤها سيظلون يحاولون هز الدولة الروسية لبناء عالم خاضع لهم. روسيا وحدها تقف في وجه هذا، وليس غريبا أن يمدوا يدهم للمعارضة لإضعاف روسيا في وقت تؤيد فيه سوريا وإيران والفلسطينيين وسواهم. وإذ كشفت كاميرات القنوات الروسية في فترة خروج المعارضة بالآلاف إلى الشوارع توافد زعماء المعارضة هذه أنفسهم الذين أيدوا الثورات الملونة تلك على السفارة الأمريكية في موسكو، ما جعل كثيرا من الروس يشككون في نواياهم بالتغيير وعدم ارتباطهم بدورة المال والسياسة الأمريكية. يأتي إعلان نائب وزير الخارجية سيرجي ريبكوف بأن الضخ المالي الأمريكي وبأحجام كبيرة إلى منظمات روسية غير حكومية يشكل مشكلة للعلاقات مع واشنطن، ليعزز ارتباط أحزاب وزعماء المعارضة بعجلة السياسة الأمريكية. تصريحات الخارجية الروسية عن وجود ضخ مالي للمعارضة الروسية أمر يعني أن الولايات المتحدة تتدخل في الشؤون الروسية الداخلية، وقد يعيد هذا أجواء الحرب الباردة. وإذ أكدت تقارير روسية أن الملياردير الأمريكي جورج سوروس كان وراء الثورات البرتقالية، وأن الملياردير اليهودي باريس بيرزوفسكي يساهم مع الأمريكان في تمويل أحزاب وشخصيات روسية معارضة، يكشف الحجاب عن نوايا هذه المعارضة. مجرد الإشارة إلى أصابع أمريكية وراء فعل المعارضة الروسية في الشارع لا شك خفف من حدة زخمها وحرمها من تعاطف الكثير من الروس. عبد الله عيسى، العالم، موسكو.